السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم: بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر مقابل الجنيه في بنوك الأهلي والمصري ومصر والقاهرة سجل نحو 22 جنيه و85 قرش للشراء، 22 جنيه و95 قرش للبيع. أما الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 22 جنيه و90 للشراء، 23 جنيه للبيع. أما السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري للدولار سجل 22 جنيه و85 للشراء، 22.99 للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع 22 جنيه و85 للشراء، 22 جنيه و96 قرش للبيع. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك يصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.